نعم، اذا كاس ديال الحليب مغلي سخون بزاف هكذا كيكون سخون كنعملوه في ديك الغرفه اللي فيها الريحه ديال الصباغه ولا الريحه ديال الخشب. كان سؤال ديال حنان اللي كان عندها مشكل ديال الريحه ديال الخشب في الصالون، كتقول السدادر ديال العود وخلاو ليها الريحه ديال الخشب في الصالون. فاذا كاس كبير ديال الحليب يكون سخون كنعملوه في ديك الغرفه، كاس جوج على حسب المساحه ديال لابيس. نعم صافي، وكتخليه هو كي ابسوربي سينو كدير دي ترونش ديال البصله، حتى البصله هي كتابسوربي. نعم كتابسوربي نعم روائح كامل اللي كتكون قويه ولا مجهده. نعم طيب خلينا نمشيو نجاوبوا ايضا على الاسئله ديال اليوم. فمعليش باش نعطيو كل واحد وقته، فانا غنطرح سؤال من الحلقات الماضيه واللي وصلتنا عبر الصفحه وحتى الاسئله ديال المستمعين الكرام اللي هما تواصلوا معنا اليوم. فنمشيو للسؤال ديال ايمان. طلامط الارضيه ديالهم في الدوغي وفيهم غوج مع تركوا مع موف بارد، ولكن قالت لي غالب فيهم هما وريدات بالغوج، بغات تعرف اللون ديال الريدو اللي غتعمل. هذا لما كنظن السؤال الاخير ديال السيده اللي عندها طلامط بالبهجه ياك. نعم ايمان. ايمان بالنسبه ملي كيكون عندنا البهجه حيت فيها لي كولور بزاف، من الاحسن كان يكون الدوغي، حيت الدوغي هو اللي غالب باش كيبقى ستاندار. اذا كنعرفوا بزاف الناس كيبغيو يديروا جوج تفريشات ديال الطلامط ولا باش كيبقى ما تلقاش مشكل في لي ريدون. سينو تقدر تدخل معاهم اون كولور من هادوك، يعني الا ما بغاتش دير الاوني في لي ريدو تقدر تاخذ دي ريدو اللي الارضيه ديالهم دوغي وفيهم موتيف سوا في لو روز سوا في لو روج على حسب لا ديسپونيبيليتي اللي غتلقى في سور لو مارشي. مي غالبا كنديرو الدوغي سور دوغي. باغ اكزومبل الفوالاج لتحت تقدر دير لورغانزا ولا فوال ان فوالاج دوغي، وفوق منه كاين دي موديل دي تيشي كاين الفلور اون دوغي حتى هو كيجي مزيان. سينو كاين الشبكه، كاين واحد لو تيشي داير بحال الشبكه حتى هو كيجي مزيان. وملي كيبقى هذاك الاوني حيت ديجا البهجه الي ان بو شارجي ما كيخص تشارجي الريدو بزاف باش ما تجيش لاشونس. نعم دائما كنهرسو باش تجي مهرسه. وي نعم غادي نمشيو ناخذوا هذه المره حنان على الخط من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك حنان. هلا السلام عليكم لالا. وعليكم السلام ورحمه الله حنان. الله يخليك، عندي تساؤل استاذ سامي. مرحبا. الوغ بغيت نسولو ملي كناخذوا باغ اكزومبل القليعات ديال الطبله نغسلهم وكنستعمل واحد اخر كنديرو والاخر اللي كيكون تغسل كنطويه ونحطه في البلاكار. كل مره كنبدل لا كولور اللي عندي. ملي كنجي نجبد هذاك في البلاكار كنلقات ولات فيه واحد الريحه بحال تطوب الزيت ديالو، كيعطي واحد الريحه ما كيبقى مفرش كيبقى تطلق ديك الريحه. واش كاين شي حاجه باش نستعملوها باش ما يبقاوش؟ نعم غير في قلع واحد ولا كلهم؟ كل مره كتصبني اي واحد فيهم كيعطيك نفس المشكل. اكزاكتومون نفس الريحه كتخرج ليا. بدلت المنتوج اللي كنستعمل في الغسيل اي مالغريسا الريحه كتبقى. والريحه ديالها اش اللي كتكون؟ كتجيك بحال الريحه ديال الزيت قديمه. ماشي ريحه البلاستيك. حيت عندي لو رونجمون في الكوزينه واش خصني نخرجهم لبلاصه اخرى واش؟ نعم ما كتكونش ريحه ديال البلاستيك حنان؟ لا لا ماشي ريحه ديال البلاستيك. نعم لا. نعم واضح ان شاء الله نجاوبو حنان. ما كتكونش فيهم اون فوا كيتغسل كتولي فيهم ديك الريحه. نعم اذا جداد ما كتكونش فيهم رائحه نهائيا حتى كتصبنيهم. اكزاكتومون. نعم واضح حنان، شكرا لك تواصلتي معنا. نمشيو هذه المره للاسفي باش ناخذوا حفيظه على الخط. مرحبا بك حفيظه. السلام عليكم. وعليكم السلام. رجاء حفظه الراديو اللي حداكت فيه ولا بعدي عليه؟ بعيد عليك. مرحبا بك الحمد لله. الله يبارك فيك اختي. بغيت نسول على عندي واحد الفوتاي ديال الكوير في الكحل والجناب وهذوك الجناب ديالو خشب في الماغو. بغيت نسول السيد واش على حسب ديك السكيلات ديال سيندات اش من اللوينات ندير فيهم حيت باقي عندي دابا خاوي. نعم بغيتي تعملي فيهم خدات ولا وسايد صغار؟ نعم ان شاء الله نجاوبك حفيظه، شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه اسفي. طيب غادي نمشيو ايضا الاسئله اللي هي دائما كيطرحوها المستمعين الكرام حتى عن طريق صفحه البرنامج واللي هي سيداتي سادتي باللغه العربيه دائما في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كان معنا سؤال سامي من عند هاجر من الدار البيضاء. هاجر كتسول على كيفاش تنظف الريدو ديال الحمام، كتقول بعض المرات كيبقاو فيه طبايع شويه يعني اللون ديالهم مره كيكون كحل مره خضر مره، فما لقاتش شي طريقه باش تنظف الريدو ديال الحمام فباش نصحوها؟ إلا كانوا بلاستيك نعم غالبا غيكون بلاستيك. غالبا نعم. بلاستيك دير الما دافي شوية مع الصابون والخل. مع الصابون والخل إلا إيفيكاس. نعم وإلا كان أون بوليستر تقدر تدخلو لا ماشين. ماشي مشكل. نعم طيب بالنسبة للسؤال ديال حنان والمشكل اللي عندها في القلعة ديال الطبلة هذيك الرائحة، قالت أنهم كيكونوا جداد ما كيكونش مشكل حتى كتصبنهم ما يكونش عندها حتى مشكل يعني. أنا كنظن المشكل في لونجمون.
الا قد دير فيه شي كموسات صغيرين ديال الخزامه الورد الريحان دائما تنذكروا بهم وي وباش باش تمتص هذيك الريحه تمتص الرائحه او ميم طون كتخلي واحد الرائحه مزيانه وي. نعم غادي نمشيو ناخذوا فاطمه الزهراء معنا من فاس اخر مكالمه معنا اليوم. مرحبا بك فاطمه الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. لاباس عليك؟ كي دايره؟ مبروك عواسك اختي. علينا وعليك فاطمه الزهراء. باش ما تمنيتي؟ خيتي عندي انا واحد كسيوه بيضاء فيها واحد ليزيطاج صفريه وبغيت نحل المشكل. نعم ليطاج صفرين ديالها شو بالضبط فاطمه الزهراء؟ حيت خليتها واحد المده طويله مع الحوايج. ايوا بقى لي ملي شتها لقيت ليزيطاج فيها. لقيتي ديتاش فيها؟ نعم. واضح سؤالك فاطمه الزهراء. شكرا لك انك تواصلتي معنا. على هذا البرنامج ورحنا ديما متبعينه. وشكرا شكرا وانتم امتع. شكرا على وفائكم فاطمه الزهراء. تواصلتي معنا من مدينه فاس. غادي نمشيو لسؤال ديال حفيظه المره سامي. حفيظه عندها فوتوي ديال كوير قالت في النوار يعني في الكحل والجناب ديالو ديال الخشب في المارون فهي بغات اقتراح المخدات صغار بغات تعملهم في الفوتوي ما يبقاش هكذاك خاوي. De préférence, d'elle soit des petits coussins, l'ardia dire soit qu'on baïda, soit qu'on gris, soit noir, ou qu'on imprimé, bah si ben ouais tu y a. Par exemple, le blanc, il faudrait qu'on de préférence qu'on imprime le noir. يعني من الاحسن ما تخرجش على هاد لي 3 كولور. وهي عندها نوار يعني عموما الفوتو في النوار ما كنوحلوش يعني ما كيكونش فيه مشكل ديال الاقتراحات غير دابا حيت هذا دخل فيه الخشب غادي يكون فيه المارون ما نقدرش نكثروا بزاف ديال لي كولور دو بريفيرونس تبقى في هاد لي 3 كولور باش يبقى داك التناسق. عندك البيض الكري والكحل يعني يكون ان ميلونج. نعم بيناتهم. نعم ولو كري من الاحسن يكون واحد يكون ان كري يكون فاتح شويه او لا داك لو غري ارجنتي. نعم وي. طيب نمشيو للسؤال ديال حسنة. هاد المره حسنة كان عندها مشكل ديال الصدف كتقول في الفايونس ما عرفتش كيفاش نحيدو استعملت بزاف ديال الحلول منها الماء ديال الجافيل منها بزاف ولكن ما عطانيش نتيجه نهائيا. الصدى كيفاش تزولو؟ الصدى غادي نديرو لي طاش كاملين نديرو الطريقه اللي قلنا في السؤال الاول ديال بيكربونات الصوديوم مع الزيت الاساسي ديال الحامض. نعم دار يتخلط باش كدير واحد الجينه وكن وكنعملوهم في هذوك لي طاش وي الى ايفيكاس. نعم وكنفركو ولا كنحكوهم. نعم بالنسبه لسلمى سلمى كان سؤال ديالها انها البابي با ما عرفاش منين تاخذو فباش نصحو سلمى قالت قلبات وشافت بزاف ولكن ما عرفتش يعني منين غتمشي تاخذو بالضبط يعني الناس اللي هما مختصين اللي تاخذ عندهم بابي با بغات تستعملو في الصالون. المحلات موزو زعما كثار موجودين. نعم. اش من مدينه هي؟ في مدينه الدار البيضاء. في الدار البيضاء زعما تبارك الله عطى الله لي ماغازان اللي كيديروا سميتو. نعم. هما عاده سامي اللي كيكونوا مختصين حتى كيبيعوا الاكسسوارات ديال الدار ديال الديكور كنجدوا عندهم باكيطا. وي سوا كيديروا لي زاكسيسوار سوا كيكونوا مختصين في البابي بان وجيرفليكس والموكيت. نعم. باغ اكزومبل في الاسواق نذكروا بحال مثلا درب غلاف او القريعه كتلقى الناس اللي كيديروا الموكيت وجيغ فليكس كتلقى عندهم دي موديل ديال بابي بان ديال بابي بان سينو كاينين لي كروند سيرفاس اللي كيديروا لاميبلومون كتلقى عندهم حتى هما لي كروند سيرفاس. نعم. عندهم البابي بان وباشكال اللي هي مختلفه بطبيعه الحال. نعم نمشيو للسؤال ديال سكينه. هذه المره سكينه بغات اقتراح الباب ديال العود عندها في مارون يعني فاتح وكتقول بغيت شي اقتراح الا مسحت الباب يبقى كيلمع قالت انه عندها باب ديال العود وما فيش اللمعان نهائيا مارون فاتح اللون ديالو تستعمل بعدا لي كون. نعم تاخذ شيفون مقطن وتخلط الخل مع الخل الابيض مع بيكربونات الصوديوم. اذا الخل العادي مع الخل الابيض مع الغبره ديال بيكربونات الصوديوم وتزيد عليهم لويل ايسونسيال ديال سيترون. نعم والزيت الاساسي ديال الحامض. اذا ربعه ديال الحوايج اللي عندنا الخل العادي الخل الابيض مع الزيت الاساسي ديال اش تذكر ديال سيترون ديال الحامض وشنو الحاجه الرابعه اللي مازال بيكربونات ديال الصوديوم. بيكربونات الصوديوم وي. نعم اذا هما اربعه ديال العناصر كنخلطوهم تخلطهم وكتمسح بهم الباب بهم. سينو كاين اشرنا لها بزاف المرات كاينين قراعات كيتباعوا سوغ لو مارشي فيهم واحد الزيت كيحيد لي طاش وكيخلي لابغيونس. نعم
كيتباع. هذه طريقه كاع سهله، تاخذ داك الزيت كيحيد ليطاش كاريمون، يتفروطي مزيان الا كان الباب قديم بزاف، وكيخلي لابريونس، تخليه دوزو مزيان على لابورت، تخليه واحد نصف ساعه بحال هكا، وتعاود دوز شيفون اللي يكون ناشف باش تحيد داك اليدان. نعم، الاقتراح اللي كنت عطيتينا هذه مده سامي ايضا، ممكن ينجح في هذه الحاله ديال الخل الابيض مع زيت المائده. وي ممكن حتى هو ينجح. نفس الكميه ديال الخل الابيض هي نفسها نستعملوها في الزيت ديال المائده. اذا هما بزوج نخلطوهم ونمسحوا بهم الباب ديال العود. قلتي انه كيزول الخدوش الا كانت خفيفه، يعني غير من الفوق. نعم، كيزول الخدوش اللي كيكونوا عندنا في الخشب، وفي نفس الوقت كيرجع اللمعان ليه. نعم، وكيحيد ليطاش والخدوش. نعم، هذا كان اقتراح اللي كنتي هذه مده باش اقترحتي علينا سامي. نمشيو للسؤال هذه المره من عند ياسمينه. ياسمينه عندها مشكل ديال الطبايع ديال الصدى في الارضيه ديال الكوزينه. طبيعة ديال الصدى شرنا لهم. نعم، شرنا كاين واحد لو برودوي اللي خاص بالصدى، كاين نورمالمون هو ديال الحوايج، حتى هو ليفيكاس بالنسبه للارض كيحيد. سينو دير تخلط بيكربونات الصوديوم مع الزيت الاساسي ديال الحامض دائما. وي، وتفرك بها دوك الليطاش. نعم، بالنسبه لرشا اخر سؤال معنا. رشا عندها طبايع ديال الزيت في الموزايك ولا في لاموزيك، فكيفاش تزولهم طبايع ديال الزيت؟ تستعمل لامونياك. نعم، اذا سائل. وي، سائل ديال لامونياك موجود في الاسواق، راه معروف. وتتمسح به هذوك ليطاش ديال الزيت. نعم، مشكوره سامي، جاوبنا يعني الحمد لله على اكبر قدر ممكن من الاسئله اللي وصلتنا، سواء عبر صفحه البرنامج عن طريق الاس ام اس، او حتى الناس اللي كيتواصلوا معنا دائما عن طريق ارقامنا الهاتفيه في برنامج سيداتي سادتي. اليوم مع ضيفنا دائما سامي دانان اللي هو مختص في الديكور. حديثنا غادي يكون على الغرفه ديال المعيشه او لا بيت الجلوس، كيفاش نستغلوا المساحه ديالو، شنو اللي دارج على الموضه فيما يخص الفراش، واش ممكن ايضا ندخلوا فيه اكسسوارات، واش ممكن نغيروا الفراش ديالو. هذه كلها نقاط اللي غادي نناقشوا اليوم مع ضيفنا المختص في فن الديكور سامي دانان في حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. غادي نبقاو مع ثاني اختياراتنا الغنائية في حلقة اليوم، سمعوها وراجعين.
رجعنا باش نوصلوا دائما حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي بحضور المختص في الديكور دائما سامي دنان. اليوم حديثنا غادي يكون على البيت ديال الجلوس طبيعة الحال، وكنعرفوا الأهمية ديالو سامي عند المغاربة أكيد. طبيعة الحال ويمكن كل واحد فينا يعني يمكن هي الغرفة اللي كنقضيو فيها ساعات شوية طويلة طبيعة الحال، بحكم أنه بالمرة تحت يعني التلفزيون ولا شاشة ديال التلفزيون كتكون في هذاك البيت في هذيك الغرفة، يعني بعض المرات حتى إلا كانت مثلا غير شي وجبات اللي خفيفة ولا كدا كنقولوا لا ناخذوها غير هنا بلا ما نمشيو للغرفه اخرى ولا غالبا كناخذ الوجبات بطبيعه الحال، ولكن قبل ما غادي نمشيو نتكلموا على كيفاش نستغلوا المساحه ديال الغرفه ديال الجلوس سواء كانت صغيره ولا كبيره. فمازال كيجونا اسئله ديال المستمعات الكريمات، معنا اس ام اس من ساره. ساره من مدينه الدار البيضاء كتقول الدار ديالي مغبره بزاف وما عرفتش شنو الحل نهائيا. انا فكرت انه غالبا ممكن انه البيس ديالها ولا الدار ديالها تكون شويه في الشارع، كنعرفوا الناس اللي كيكونوا مثلا على الشارع ولا كذا يعني بحكم هذا يعني التموقع ديال الدار ديالهم كيخلي انها كتكون معرضه بزاف للغبره. وي بيان سور، الا كانت متعرضه بزاف للغبره من الاحسن، حيت واخا تسد الشراج ما كاين بعض الحالات اللي كتدخل الغبره كتدخل سورتو الا كانت في دي زيطاج بروميير ولا دوزيام ايطاج. في هذه الحالات غالبا كنصحوا بدوبل كلوار، يعني الشراجم يكونوا دوبل من الالومنيوم، كيكون كتكون النافذه الاولى والنافذه الثانيه منها كتحبس الصوت كتحبس البرد في ايام البرد. نعم، وحتى الغبره ما كتدخلش. نعم، اذا هذا حل ساره. نمشيو هذه المره للاس ام اس من عند حسنه من مدينه اسفي. حسنه كتقول شكرا لكم على هذا البرنامج اللي كنستافدوا منه بزاف، انا بقى عندي مشكل ديال السيمه البيضاء بقات عندي فوق الفايونس ما عرفتش شنو الحل، جربت شحال من حاجه ولكن ما صدقاتش ليا نهائيا ومخسره ليا الشكل ديال الفايونس. السيمه البيضاء ديتاش تاخذ بروسه حرشه ديال الصابون وتدير الخل ابيض يكون سخون، اذا تدفيه شويه تدفيه تسخنو وديرو فوق منها وتغراتي، من بعد تستعمل شي غراتوار سباتول باش تغراتي. نعم، باش تزول هذيك السيمه. نعم، نمشيو للاخر سؤال اللي كان ديال المستمعه الكريمه سميره. سامي كان عندها مشكل ديال هذوك لي طاش اللي عندها في العبايه، فقلتي لي انه كاين الحل ديال لاكول. نعم وي، كاين لاسيتون حتى هو سنان ليكيد ان برودوي اللي كيتباع سور لو مارشي، ديرو على لاطاش مزيان في الزكاه وتحاول تفروتي شويه بيديها تحكا واحد شويه بيديها وتصبنها عادي. نعم، طيب خلينا نمشيو لموضوعنا اليوم اللي هو البيت ديال الجلوس. نبداو بمساحه، يعني عاده الشكل ديالو انتم كمختصين يعني كيفاش كتصوروه سامي، يعني البيت ديال الجلوس عاده كيفاش كتنصحوا انه يكون؟ اولا على حسب المساحه كنشوفوا، اذا كانت المساحه صغيره يعني من الاحسن ما يتفرش كامل، يعني كنديروا سو فورم دو ال اذا كانت المساحه صغيره. نعم، سورتو الا ما كانش فيه العرض باش ما يجيش مجموع ويجي فهمتي. نعم، يبان ضيق. وي يبان ضيق، كنخليو شويه ديال سباس باش ديك لو ثوازيام مور اللي كيبقى. نعم، كتكون فيه تكون فيه لا تيلي ولا يكون فيه غالبا كتكون فيه لا تيلي. بالنسبه الى كانت المساحه كبيره شويه كنشوفوا كنحاولوا نخليو ديما كنخليو واحد لو مور اللي يبقى واحد كيخلي شويه ديال سباس. اذا عاده سامي كتنصح انه البيت ديال الجلوس من الاحسن نعملوا داك الشكل ديال ال في الفراش؟ على حسب المساحه وعلى حسب لا فورم ديال لا شومبر كيفاش دايره. يعني الا كان مربع كانت لا شومبر مربعه وكبيره يعني نقدروا نفرشوا سو فورم دو او يعني ثلاثه ديال الجدران كلهم نفرشوهم. بالنسبه للافورم كتبدل على حسب لي موديل اللي كاينين ديسپونيبل وعلى حسب لوغو ديال السيد ولا السيده اللي بغى يفرش. نعم، يعني بالنسبه لي كولور ديما كنشوفوا عنا على حسب ليسباس و لا شومبر واش مضويه بزاف ولا لا. يعني على حسب لا ليمينوزيتي. بالنسبه ولي كولور حتى هما كيدخل فيهم لو كليون، غالبا كنخليو لو شوا ليه، حنا كنساعدوه كنعطيوه اختيارات. نعم، هاد الاختيارات كخبراء انتم مختصين في الديكور هي اللي بغينا نعرفوا اليوم سامي، يعني باش كتنصحوا انه كنعرفوا انه البيت ديال الجلوس بما انه الجلوس فيه بزاف وخصوصا عندنا وليدات صغار والسيده كل مره خاصها تخملو كل مره خاصو يكون نظيف وهكذا، فحتى الفراش اللي كيكون فيه كيفاش كتنصحوا انه يكون؟ بالنسبه للالوان الا كان يعني غيقدروا ياكلوا فيه ويجلسوا فيه ديما وداكشي كنصحوا ديما اللون يكون شويه ما يكونش غامق بزاف ولكن يكون كما كنقولوا يصبر شويه ليطاش. نعم، باش ما يبانوش فيه ليطاش بزاف. باغ اكزومبل كنشوفوا لوغو ديال لو كليون شنو هو
شنو نورمالمون باغي يدير في كوم كولور. باغ اكزومبل لو بيج فيه بزاف ديال لي ديغرادي، الا بغى لو بيج كاين دي بيج اللي شويه فونسي ما كيبينوش لي طاش بزاف، كان ايفيتيو ديما لي كولور كلير بزاف، ما نديروش داك لو بيج اللي مايل بزاف للبيضيه. بالنسبه لو غري حتى هو كاينين دي غري لي ان بو فونسي كيكونوا ضاويين، يعني سي ان بو فونسي اون ميم طون كيكون ضاوي. سينو كاينين دوطخ كولور، كاين لو موف، كنقدروا نديروا ان مارياج ديال لي كولور شويه فونسي مع الكلير باش يجي شويه ضاوي. باغ اكزومبل بور لي ماتلا يعني اللي كيكون عليهم الجلوس بزاف وسميتو، اون ايساي لو ماكسيموم باش تكون شي كولور اللي ما تبينش لي طاش. باغ اكزومبل كاين لو موف فونسي، كنديروا ان مارياج في لي كوسان ان موف كلير ولا روز فوشيا ولا شي حاجه اللي تكون باش كيبقى داك التناسق ديال الالوان. وي نعم. وتكون لي كولور اللي كيكونوا في لي كوسان كيكونوا شويه مفتوحين، ويكونوا من الاحسن من الافضل مؤخرا كنصحوا بلي كوسان امبريمي دارجين على الموضه هذا الموسم. وي دارجين على الموضه. نعم. نخليو الاونيف في لي ماتلا او الغي يكونوا دي ريور ولي كوسان امبريمي. نعم نعم. طيب بالنسبه للزربيه، بالنسبه للزربيه غالبا في بالنسبه لي سيجور كي خصها تكون اوني من الاحسن. وهي ضروري نعملوها سامي؟ ضروري نعملوها. هي مزيانه. نعم. كتحافظ على الارضيه او ميم طون حتى القضيه ديال البروده هي كتسخن شويه لا شومبر. نعم. يعني الا خليتي الارض، كاين بعض الحالات كيكون رخام كيكونوا الناس ما بغاوش يديروا الطابي، ولكن كتبقى شويه البروده كتجي شويه بارده. نعم. سي بوغ سا من الاحسن وهي كتزيد تبين الصالون، كتزيد تبين الجلسه لو طابي مع الزربيه مع سون دي اكسسوار اللي كيزيدوا يبينوا لا شوم. نعم. ودائما يعني ما كنفرقوهمش على بعضهم، يعني دائما مع بعضهم كيكونوا بطبيعه الحال، ولكن كتكون دائما الاستثناءات. فكاين الناس اللي كيفضوا مثلا الغرفه ديال الجلوس كيقول لك من الاحسن ما نعملش الزربيه لانها كتحتاج للتنظيف يوميا بشكل يومي، خصوصا كنعرفوا الناس اللي عندهم وليدات شويه عندهم حساسيه او لا كذا، فكيحاولوا يتفادوها قدر الامكان. واليوم كيف ما قلتي فحتى الاختيارات ديالنا في السوق بدينا كنشوفوا ارضيات اللي في الشكل ديالهم مثلا كانك مفرش الزربيه مثلا من بعد كيبان لك انه الشكل كانه زربيه ولو هي غير الارضيه بوحدها. بالنسبه للاضاءه، الاضاءه بالنسبه للغرفه ديال بالنسبه لي سيجور ماشي ضروري تكون اضاءه قويه بزاف، يعني كاين دي فوا اللي كان ايفيتيو كاع التريات نقدروا نديروا غير دي لومبالوجين كيكونوا في لي كوتي. سينو كاينين دي بلافونيان اللي كيجيو اونكاستري، الا كان عندنا الفو بلافون ديال بلاتر كيكونوا دي بلافونيان اللي كيجيو اونكاستري. وبعض المرات كاينين تريات اللي شويه مودرن كاينين فيهم دي موتيف افيك دي كولور، كنحاولوا نديروا التناسق ما بين اللون ديال الكلامات ما بين اللون ديال الزربيه. نعم. باش يكون واحد التناسق. طيب سامي في اخر سؤال، كتنصح انه يكونوا اكسسوارات نعملوهم في البيت ديال الجلوس او لا او في سيجور او لا؟ وي نديرو دي اكسسوار غير ما يكونوش كثار. نعم يكونوا قلال. وي يكونوا قلال. باغ اكزومبل في الحيط الا بغينا نديرو دي تابلو ماكسيموم تابلو ولا دو تابلو ان تابلو باغ مور. نعم. يعني غيبقاو لنا جوج ديال لي مور، واحد دير فيها لي دو تقدر دير فيهم لي تابلو، واحد غالبا كتكون فيه النافذه، واحد كيكون فيه لا تيلي باش ما يجيش تخو شارجي. نعم. شكرا لك سامي دنان مختص في الديكور، موعدنا معك ان شاء الله الاسبوع المقبل دائما فقره خاصه بالديكور برنامج سيداتي سادتي. شكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، موعد جديد غادي يجمعنا مع كل الاوفياء في حلقه الغد. ما تنساوش موعدكم مع مصممه